راه الزيت راه شويه ثقيل، حاولوا تسجلوا في الزيت في الليل كيكون شويه القضيه منخوفه، في النهار كيكون شويه لاشارج عليه، لحقاش طالبين 266 منصب يعني بزاف. هنايا صافي غديروا لادريس ميل ديالكم، انا غادي نزيد هنايا @ gmail.com، وهنايا ديروا رقم البطاقه التعريف الوطنيه ديالكم. صافي تجيو هنايا لهاد جيلي جاكسبت لي كونديسيون جينيرال ديوتيليزاسيون، سكوشيوها هنايا، طلع لك هنايا واحد ديال بروتيكسيون دي دوني، ديرو جاكسبت و تفاليديو. هنايا اوتوماتيكمون فاش تقيدتو هنايا دا حطيتو لادريس ميل ديالكم، غادي تمشيو تفيريفيو لابواط ميل ديالكم. غادي نجي هنايا ونخدم، ها هي جاتني الكونديتاتور هنايا، غادي نكليكي على هاد اللين اللي جاني في لابواط ميل ديالي، كيف سبق لي وذكرت السيت راه شويه ثقيل يعني غياخد لكم شويه ديال الوقت باش تسجلوا، ومن الاحسن تسجلوا في الليل يعني في الوقيته اللي كتكون القضيه شويه مرخوفه، في النهار كلشي كيسجل تقريبا يعني كيكون الضغط على السيت. حاولوا تسجلوا في الوقيته اللي كتكون فيها الدعوه ليك. كيف سبق لي وذكرت هانتوما كتشوفوا سو سيت اي انكسيسيبل، يعني كيقول لي بلي السيت راه غادي ناكتواليزي ونشوف. صافي دابا غادي نجي ندير المود باس ديالي، خاصكم تعقلوا على هاد المود باس، انا غادي نكتب المود باس ديالي وغنعقل عليه، انا راه ما مقبولاش في الوقايه المدنيه غير الدراري، انا غنوريكم كيفاش تسجلوا نتوما اللي غتعقلوا على المود باس ديالكم انتوما وتفاليديو. اون فوا غتفاليديو هاد لوكون ديالكم غادي يديكم هنايا باش تحطوا لادريس ميل ديالكم الاولاني ياك اللي تقيدتو به مع المود باس اللي حطيتو. دابا غادي نكتب، مش عاقلة على الجيميل ديالي، غادي نهزو @ gmail.com وغنجي نكتب مود باس ديالي اللي يلاه دابا كرييتو وغادي نفاليدي. من بعد ما فاليديت لادريس ميل ديالي والمود باس، عطاتني هاد لاباج هنايا اللي كما كتشوفوا شوا دو كونكور دوني بيرسونيل ديبلوم انجستريمون، هنايا شوا ديال الكونكور، هنايا لي دوني بيرسونيل ديالكم يعني المسائل ديالكم يعني المعلومات، هنايا لي ديبلوم اللي عندكم، وهنا لونجستريمون هنايا باش نفاليديو التسجيل ديالنا. غتجيو هنايا وغادي ديروا شوازير في هاد البوطون هنايا، هنا كيعطيك لا دات ليميت دو ديبو دي دوموند، يعني كيقولك بلي لا دات ليميت ديال الديبو ديال لي دوموند غتكون في 29/3/2022، كيما ذاكرين في السيت قالك غتكون لافان ديال التسجيل هي في 29 وغادي يكون اخر يوم، يعني خصكم تزربوا وتقيدوا في السيت. صافي كيما تشوفوا هنايا راه كيدور، يعني راه كيما سبق لي وذكرت راه الضغط على السيت، غادي نصبر شويه ناكتواليزي. نعملي ناكتواليزي واخا يطلع لكم هاد لاباج هادي، صبروا شويه وغي اكتواليزي وغادي ان شاء الله غادي يخدم لكم السيت.
ها هو طلع ليا دابا. غادي ندير هنايا شوازير صافي. هنايا في لي دوني بيرسونيل هنا غادي تعمروا لي زانفورماسيون ديالكم كاملين. هنا طالبين الاسم العائلي الشخصي ودايرين باللغه العربيه واللغه الفرنسيه كيف كتشوفوا معايا هنايا. ان شاء الله بقاو معايا حتى لاخر ديال الفيديو باش تشوفوا كاع المراحل، وحاولوا تركزوا في التعمار ديالكم باش ما تنساو حتى شي حاجه، يعني عندكم غير اوكازيون وحده باش تعمروا لي دوني ديالكم. الا مشيتوا حتى للطوره الفرصه غتضيع لكم، يعني حاولوا تركزوا مزيان وتبعوا مزيان. هنايا لو نون دو فامي انا غادي ندير خالدي، غادي ندير ناديه. انا هنا ديجا وجدتهم باللغه العربيه. ندير هنايا خالدي، كوبيها نجي هنايا وندير كولي. هنايا لا دات ناسونس اختاروا شي دات. هنايا سي ان، هنا لا سي ان، هنايا غادي تسكانيو الفوتوكوبي ديال لاكارت باسيونال، تسكانيوها وتحطوها هنايا على شكل بدائل. هنايا غادي ديروا شوازيغ لا سيتياسيون فاميليال سيلي باتار ولا انا ماني، غادي ندير ماريي. هنايا اسم الاب، اسم الشخصي للاب والاسم الشخصي العائلي للام. هنايا قالك غير الاسم الشخصي للاب. هنايا غادي نجي نكوبي، هنا وجدتهم هنا باللغه العربيه. غادي نجي هنايا ونهزها بحال هكا. كولي ونجي هنايا هنايا الاسم الشخصي والعائلي للأم حتى هي أنا كوبيتها. نزا هنايا غادي ديرو كيما قلنا، غادي ديرو السكان ديال الفوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال اللي ديجا تكون عندكم ياك. هنايا غادي نشوازي شي وحده من هنايا، مثلا غادي ندير هادي وندير اوتغيغ. هنايا فيمينا، هنايا برينو دو بير، نون اي برينو دو لا مير، هنا غديروا النيميرو التليفون. هنايا غادي ديروا لادريس ميل ديالكم، هنايا فيل دو ناسونس اللي زاديتو، هنايا لا ريجون، هنا غادي تجيو تختاروا لا فيل دو ريزيدونس، وهنايا لادريس دو ريزيدونس. انا غادي ندير مثلا حي القدس، ناش كازا بلانكا. صافي وغتجيو هنايا وغتكوشيو هادي بحال هكا.
t'accepte. Ou dis le suivant. هنا انا